لو الحكاية فيها إن فيتو النهاردة في ذكرى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك الرئيس المخلوع، تفتكر له إيه في 30 سنة اللي هو قضاهم في حكم مصر؟ زي مثلا موضوع مترو الأنفاق اللي عمله هو. دي أكتر حاجة معلقة معاك في النفس. يوم ما تنحى زعلت ولا فرحت؟ زعلت قوي. حسيت بإيه يومها؟ يعني حسيت مثلا مضايقة إن الراجل ده اتغدر بيه، يعني زي مثلا عملية خيانة حصلت له بالنسبة لنا يعني. شايف دلوقتي مصر رايحة على فين؟ خير إن شاء الله، كويسة بإذن الله، هتمشي كويس بإذن الله. محمود النهاردة الذكرى الثالثة لتنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، تفتكر لحسني إيه؟ تفتكر اللي هو كان بسرعة كان ضابط البلد، كان عمل حاجات كتيرة بس احنا ما كناش نتوقع، يعني اللي هو برضو يكون يعني ما ضحك علينا بس معنى اللي هو كان ضحك علينا بس احنا كنا عايشين برضو في امان، مع ان احنا ما كناش عارفين ان احنا عايشين في امان ولا احنا متوقع علينا بس معنى ان احنا كنا عايشين في امان، كان كل شغل كله بيشتغل، كان البلد شغالة، كان شايف الوضع ساعتها احسن من الوضع دلوقتي، احسن بكثير. في نفس الوقت انا فرحت لما تنحى يوم 25 يناير والمتظاهرين ده هو مش يوم 25، هو كان يوم 11 فبراير تمام. انا يعني انا اقصد ايه يوم 25 انا فرحت ليه؟ عشان اخواتي نزلوا التحرير وعملوا مظاهرات، وفي ناس استشهدت عشان خاطر يتنحى محمد حسني مبارك، وانا بصراحه ربنا فرحت، بس فرحت اكتر لما الدكتور محمد مرسي يمسك البلد، فرحت اكتر تمام. وفرحت أكتر. شايف ان داخلين على انتخابات رئاسه وفي مرشحين كتير نازلين، شايف مين الاقدر ان هو يمسك البلد؟ اتمنى واحد غير محمد، غير السيسي. السبب ان انت شايف قدامك البلد بيحصل فيها ايه، كل يوم مظاهرات، كل يوم ناس بتموت، وازاي يعني واحد يبقى داخل البلد وازاي يقتل فينا اخونا وبيقتل فينا، واحد شايل سلاح وما يقتل في اخوه المصري، ده ما ينفعش يبقى رئيس. تمام. انا عايز واحد يكون مأمن البلد داخلها وخارجها، وعايز واحد يحافظ علينا ويوفر للشباب شغل. تقول كلمة أخيرة للمخلوع حسني مبارك؟ هقول له منك لله، أنت اللي عملت فينا كده. عصام الحلو. النهاردة الذكرى الثالثة لتنحي الرئيس محمد حسني مبارك، إيه الحاجة اللي أنت عمرك ما هتنساها له، سواء كانت حاجة وحشة أو حاجة حلوة؟ هو مش هنساله اللي هو كان عنا في أيامه في استقرار شوية. الأمن. طيب عملت ايه يوم التنحي؟ هل زعلت ولا فرحت ولا ما كنتش مهتم ساعتها بالموضوع؟ فرحت طبعا لان كان في ظلم كتير، طبعا ما كانش في عداله اجتماعيه. بالرغم انت بتقول ان هو كان موفر الامن للبلد. طيب ايه اللي خلاك تفرح ان هو مشي؟ قلت لك ان مفيش عداله اجتماعيه اصلا، ما فيش اي حاجه، كان في فروق كبيره في بين طبقات المجتمع، يعني فروق كتيره وفي فقر كتير برضه، يعني في نسبه فقر كانت السعيده كله نسبه فقر. شايف البلد رايحه على فين دلوقتي؟ لا دلوقتي مفيش برضه، لسه مفيش يعني. يعني الثوره خدتنا لقدام ولا رجعتنا لورا؟ لا رجعتنا لورا، رجعتنا لورا وورا كتير قوي. النهارده الذكرى الثالثه لتنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، تفتكر له ايه في 30 سنه اللي هو قضاهم في الحكم؟ افتكر له ايه؟ ان كان كلها ظلم وقهر، والمستشفيات ما كانش فيها حد، وان الحكومه كانت قمه القهر وقمه الظلم اللي كانت بتعمله مع الشعب. يوم التنحي كنت حاسه بايه؟ كنت حاسه ان انا اتحررت. رضا. النهارده ذكرى تنحي حسني مبارك. من 3 سنين حسني مبارك اتنحى، عملت ايه يوم التنحي؟ يوم التنحي كنا في البيت، انا ما كنتش في التحرير الصراحه، كنت في البيت بس كنت قاعد قدام التلفزيون، ف
فالموضوع كان يعني كان فاجأة لينا اللي هو الثورة وكده، كان حاجة مفاجأة يعني تحصل ثورة. انبسطت ان هو اتنحى ولا لا؟ ايه؟ اه طبعا. فرحت ان هو اتنحى ولا لا؟ بسبب ان في شهداء كتير مصر، يعني كل مصر كلها فرحت ان هو اتنحى. تفتكر له ايه حاجة حلوة او حاجة وحشة في الثلاثين سنة للحكم؟ كويسة من ناحية